لاهور الدولي التوقيت المحلي والساعة 9:45 صباحا درجة حرارة خارجية 18 درجة مئوية. ضيوفنا الأعزاء مرجو قطع أنظمة مقاعدكم مربوطة حتى تطفأ إشارة ربط أنظمة المقاعد. نيابة عن السعودية سكاي تيم وهدف عن أهل العالم نشكركم مشاركتكم الرحلة معنا. فلقد سعدنا بوجودكم ونتظركم قريبا على متن إحدى رسالتنا. نرجو التأكد من اتحاد بأمتلاكم الشخصية قبل مغادرة الطائرة. نتمنى لكم طيب الإقامة وشكرا.